عليا الحرام لو ما نطقت لدفنك هنا. يا ده انت عياض، قول انا ربطك هنا ليه؟ يا عم حرام عليك، بقى انت عايز تعرف انت رابطني هنا ليه؟ ما تستعبطش يا دوانت. طب بس قول لي انت عايزني اقول ايه وانا هقول على طول. انا ربطك هنا ليه واضحه، اخلص. يا ليله امي السودا. خلاص خلينا بقى قاعدين هنا الصبح. يا عم حرام عليك، انت بتعمل فيا كده ليه؟ حرام عليك. حمو اللي خطف ابنك ساكن بشاي حسونه في المدابر بدني 108 فوق السطوح على طول. انت حمو؟ حمو؟ ايوه انا حمو. حبيبي حمو. يا صلاح، انا لقيت عيل من اللي خاطفين حسن، ثبته في المسبغه القديمه اللي في المذبح. تعال حالا، عايزك واحده واحده بقى كده يا حلو تحكي لي اللي حصل، بس واحده واحده. اروح امك عشان شكلك يطلع حلو في الكاميرا. والله العظيم والله العظيم انا ما اعرف ابنك فين. بص انا فعلا كنت معاهم واحنا بنخطف الواد، بس بعد كده حصلت شويه مشاكل، رحت هربت منهم وما بكلمهمش اصلا. ولما عرفت ان انا هطلع من المولد بلا حمص، قلت اعمل اي مصلحه اي سبوه، قلت اتكلم من وراهم واطلب فديه، وكلمتك. بس ورحمه امي ورحمه امي ما اعرف ابنك فين. يعني انت بتساومني على الواد وهو مش معاك؟ الاقي فين الكلاب دول؟ والله العظيم ما اعرف فين والله. انت اعمل حاجه واحده صح قبل ما تقابله. ابوس ايديك، انت ابني هيروح مني. 19 11 6. وشرف معاليك يا باشا، ما اعرف عنه اي حاجه. انا حتى بقالي يومين لا اتصل بيا ولا شفته. ولا صلاح، ما تحورش عليا وما تورطش نفسك معاه. عربي متهم بجريمه قتل وهيتمسك. هيتمسك قتل؟ قتل ايه يا باشا؟ ده عربي غلبان. المره اللي كانت مع القتيل اعترفت عليه وقالت على كل اوصافه، وان عربي كمان كان بيطارده. واروح امك. خلاص يا باشا، خلاص يا باشا. لو عربي حصل منه حاجه زي دي يبقى انتوا من حقكم تعملوا اللي انتوا عايزينه يا باشا. وبعدين عربي هيروح فين يا باشا؟ اكيد لو حصل منه حاجه زي دي يا باشا هيبقى ناسي وهيجي على البيت عادي، واديكوا قاعدين مستنيينه. ولو حصل اي حاجه يا باشا هبلغ معاليك على طول يا باشا. عن اذنك بقى يا باشا، عشان انا عندي سبوبه يعني شغل، عندي نمره يا باشا. اتكل على الله روح امك. الله يرحمك يا أم. بس دي حاجة غريبة أوي يا عربي. إيه اللي يخلي الواد ده يكتب لك معلومة ممكن تساعدك مع إنك قتلته؟ قتلته؟ قتلته يا صلاح؟ أنت كمان، أنت اتجننت يا صلاح؟ قتلته يا صلاح؟ أهو خليك ورا اللي حمو قاله. اللي قتلوا حمو هما اللي خطفوا الواد. معناته إيه الأرقام ده يا صلاح؟ أنا مش فاهم حاجة. معناتها إيه الأرقام ده يا صلاح؟ إهدى يا أخويا. ها؟ إهدى يا أخويا بس وريح نفسك، مفيش حاجة بتيجي مرة واحدة يا أخويا. كل حاجة بتيجي واحدة واحدة. ما عقبال ما تيجي يبقى الواد راح مني. يا عم فال الله ولا فالك، حرام عليك يا اخي، ما تحصرناش على العيل. قوم يا عربي، قوم اتصرف لك في مطرح تريح فيه شويه عشان البوليس مراقب بيتك. يلا يلا يا عم، والصباح رباح. يلا اتكل انت على الله صلاح، انا هتصرف. اتكل انت على الله، مش عايز اعمل لك مشاكل. مشاكل؟ بتقول لي انا مشاكل يا عربي؟ عيب عليك يا اخي، ده احنا عشره وعيش وملح، ده انا في ديك برقبتي يا عربي. يلا قوم عشان تريح. صلاح اتكل والنبي يا صلاح، اتكل يا صلاح وسيبني في حالي يا اخي، سيبني في حالي. الو. ايوه يا عارف،
مين معايا؟ اسمعني كويس يا عربي وركز في اللي هقوله لك. المرة دي بفورة يا عربي، المبلغ اللي كنا طالبينه منك بقى الضعف، والمهلة 3 أيام. يا تلحق حسن يا مش هتشوفه تاني يا عربي. ألو، أنا هتجنن، إزاي بعد كل الحاجات اللي معانا دي ومش عارفين نوصل لحاجة؟ عربي، ما تيجي تلعب معايا طاولة؟ ربنا يخليك يا حاج محمد. حاج محمد مين؟ أنا عارف، بقولك في رقم بيكلمه كتير 0235. 0235 دي فين؟ ده تقريباً رقم في المعادي. ودي تذاكر مترو كتير لسكنات المعادي. عربي، يكون الرقم اللي كتبه لك ده عنوان في المعادي؟ راح فين يا فندين؟ طلع شقة ست. ست شوش الرقاصة؟ الست شوش الرقاصة الدور التالت قدام الاسانسير. الله يبارك لك يا حاج. نعم يا اخويا، اؤمر. انا جايلك من طرف حمو. حمو مين يا لنت؟ انا معرفش حد اسمه حمو. تعرفوش ازاي بس؟ ده هو اللي اداني العنوان امبارح وهو بيموت. بيموت؟ بيموت. حمو اتقتل امبارح. اتقتل؟ انت هتجيب لي مصيبه؟ امشي من هنا دلوقتي حالا لحسن، وديني وايماني هطلب لك البوليس. الست اللي قتلوا حمو هم اللي خطفوا ابني. ابوس ايدك. ساعديني عشان الاقيهم. يا سيدي يا رب تلاقي ابنك، بس انا ما اعرفش حاجه عن اللي انت بتقوله. انت اكيد غلطان في العنوان، ولو كنت اعرف حاجه كنت هقولك. وامشي بقى لحسن اذيك. الخاتم ده كان مع حسن يوم اتخطف. والله العظيم ما اعرف حاجه عن الحكايه دي. الخاتم ده بتاعي. انت لسه هتكدبي؟ تعرفي حمو ولا لا؟ اعرف، بس ما كنتش اقدر اقول. انا بعرف حمو من ورا جوزي، لو عارف هيتبعني. والخاتم؟ حمو ادهولي هدايا. ابوكي لابو حمو. ابني فين؟ قلتلك معرفش حاجة عن حكاية ابنك دي. علي الحرام من ديني، لو ما نطقتي اللي خليك تحصلي حمو. معرفش، والنعمة معرفش، معرفش. طبقي. حمو اختلف مع زمايله. حمو طلب فدي 500,000 جنيه وحسن مش معاه. اللي قتلوا حمو هما اللي معاهم حسن. ايه رأيك بقى؟ رتبيهم انت بمعرفتك واعملي لي جمله مفيده. ده اكيد الواد شاهين صاحبه السوابق. حمو قال لي انه اتخانق معاه عشان اكل عليه فلوس. الاقي فين الواد ده؟ هقول لك. مش مهم تقولي، المهم تكوني بتعرفي تكتبي. اكتبي. شاهين هو اللي خاطف حسن وبيسهر دايما عند فك المركب.
والله ما انتم متحركين. انا شكلي جيت في وقت مش مناسب. سارة قبلة، انت مين يا او جاي تعمل ايه؟ انت مش فاكرني ولا ايه؟ شكلك تقلت في الشرب وما بقتش شايف. بس عندك حق، انا لو سهران مع الجثة دي هشرب لحد ما تعمل. انا افتكرتك. تعبيت يابا ولا ايه؟ خاف على نفسك. ولو مش خايف على نفسك خاف على تستك. ارجع، المركب عايمه في البنزين. انت عايز ايه بالظبط؟ هقول لك بس لما نبقى لوحدنا. سوري، جاز فاير ولا سويم؟ اخترت سويم. طب ما انا ممكن انط في المايه انا كمان. حقك، ولا حد يقدر يقول لك حاجه. اه بس المراكب بقى اللي اداني الفلوكه قال انك ما بتعرفش تعوم يا حلو. ده ابن كلب كداب. انا هديك فرصه لحد ما السيجاره دي تخلص. لو ما قلتليش فين الواد هقلبها لك ضهر. انا والله العظيم ما اعرف حاجه عنه، صدقني ما اعرفش حاجه عنه خالص. انا مصدقك. انت بتعمل ايه؟ انا والله العظيم ما اعرف، والله العظيم ما اعرف انت بتعمل ايه؟ عامل ايه انا دلوقتي؟ الله يخرب بيتك، طلع فين وسايبني؟ استنى استنى يا جدع، انت سايبني لوحدي ليه؟ يا ابني فين يا شاهين؟ ابنك مش معايا، لا العتلة هو اللي مخبيه. مخبيه فين؟ مخبيه فين؟ انت لا والنبي والنبي انت يا ابن الناس اللي بقى تاني حموت حموت والنبي والنبي شكلك هتوحشنا يا شاهين. خلاص خلاص خلاص، انا هنا، انا هحاول اعمل كل حاجة، هحاول اعمل كل حاجة. عاوني عاوني يا ناس، النبي ما تسيبني لوحدي يا عم انت. والله العظيم قلت لك على كل حاجة اعرفها، ما تسيبنيش لوحدي هنا والنبي. احنا ما نعرفش حاجة، احنا بناخد اوامر وبننفذها. من مين؟ ما اعرفش، احنا حتى ما شفناهوش. هو بيدينا التعليمات بالتليفون، بعت لنا 15000 جنيه وطلب مننا نخطف الواد وادانا كل المعلومات اللي تلزمنا، وقال لنا بعد العملية هيدينا 15 تانيين. يعني الواد سليم؟ الواد زي الفل، موجود مع العتال في مخزن 20. وحشتني يا ابو علي، وحشتني. انت كويس؟ Thank you.
الحمد لله على سلامتك يا عربي. حسن فين؟ بخير اطمن. وايه اللي حصل؟ الف حمد لله على سلامتك يا عربي. هو انت اخر حاجه فاكرها ايه؟ عملنا حادثه، نزلت انا والواد اتكلنا علقه حاجه كده. يا نهار اسود يا عم، ده في فيلم حصل بعد كده. عربي انا عارف ان انا غلطت في حقك كتير واتهمتك بخطف الواد، بس انا كنت خايف عليه وبصراحه ما كنتش مستأمنك قوي. انت عايز مني ايه؟ جر ناعم عشان اسيب لك الواد؟ لا بجر ناعم ولا حاجه، انا جاي عشان اصفي اي خلافات بيننا واديك مكافاه بسيطه على اللي انت عملته. ده شيك بمبلغ صغير. خلي فلوسك معاك يا خير بيه. لو عايز تكافئني بجد ابعد عني انا وحسن. الحمد لله على سلامه البطل. انتك عربي عامل ايه دلوقتي؟ انا الرائد لبيب اللي كنت بحقق في قضيه خطف ابنك، واعرفك بقى لي فتره طويله، بس طول الفتره دي الصراحه ما كنتش مصدق انك عيان وانك بتنسى. مش فاكرك بس تمام، يعني شكلك راجل محترم مش كذاب مع انك اتم. طيب نكمل كلامنا بعدين يا عربي عن اذنك. خيري بيه معلش، عايزك تستنى معايا شويه صغيرين، عايز اتكلم معاك في موضوع كده. خير؟ كنت عايز اسالك بخصوص الظرف ده، شفته قبل كده؟ اه طبعا، ده ظرف من الشركه عندي. جبته منين ده؟ تمام، حلو قوي. الظرف ده خيري بيه اللي اتبعتت فيه الفلوس للعيال اللي خطفوا حسن ابن عربي حفيدك. الظرف ده كان فيه 15,000 جنيه زي ما اعترف شاهين، وده نفس الكلام اللي كان مكتوب على دراع عربي. تقصد ايه بالكلام ده؟ مش كده وبس يا خيري بيه، المفاجاه الاكبر انه احنا لقينا حسن في هانجر. الهانجر ده عباره عن مخزن قطع غيار سفن ومراكب. المخزن ده خيري بيه اتحرق بقاله فتره طويله قوي، ولما جينا اتحرينا عن صاحب المخزن طلع راجل ابن حلال اسمه خيري منصور. ده كلام فارغ ده. ده 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 ايه اللي بتقوله ده؟ برافو عليك يا عم خيري، برافو عليك، عرفت تدبر لعمليه خطف الواد من غير ما تحشر نفسك في اي تفصيله معلم. عملت اتصالاتك مع العيال من بعيد لبعيد من غير ما تخليهم حتى يشوفوك عشان تبعد اي شبهه عنك ومحدش يبقى عارف عنك اي حاجه. بعت لهم عربون 15,000 جنيه عشان تثبت حسن نيتك، ووعدتهم ببقيه الفلوس بعد التنفيذ. اديتهم كل التفاصيل اللي هيحتاجوها عشان ينفذوا العمليه، وخليتهم يراقبوا عربي لحد ما جت لهم الفرصه وخطفوا منه الواد. وقدرت تقنعنا ان العصابه طلبت منك فديه 1,000,000 جنيه في التليفون، وعشان تبعد اي شك عنك لعبتها ان عربي هو اللي هيروح لهم. ومش بعيد كمان يا عم خيري، لما عربي راح يسلم الفلوس تكون انت اللي قابلته بنفسك. من غير كلام كتير يا عربي، فلوسي وهاخدها ودلوقتي حالا، والواد مش هسلمهولك. وانت طبعا مش هتبقى فاكر غير ان لا معاك فلوس ولا معاك الواد. انما ايه اللي حصل؟ انما ايه اللي حصل؟ ما تعرفش طبعا كده الحكومه تبقى عارفه انك منصص مع العصابه وانك لاعب عليه كده. بقى عربي طلع في نظر الحكومه هو اللي مدبر اللعبه دي كلها، وكنت كام يوم وهترجع الواد تاني وفلوسك معاك. منتهى الذكاء يا عم خيري، منتهى الذكاء. لكن عشان غلطه الشاطر ب1,000 سيادتك نسيت وبعت لهم الفلوس في ظرف من بتوع شركتك، ده غير انك كنت مخبي الواد في مخزن تبعك. يا ابن الكلب خيري بيه، انصحك من دلوقتي انك تبدا تدور على محامي شاطر. يلا يلا بقى عشان تتفضل من غير شوشره، عشان رجالتنا مستنينك بره. يلا يلا خيري بيه، خيري بيه الجميل. عربي اعذرني اذا كنت شكيت فيك في الاول، بس زي ما انت عارف انا ضابط مش دكتور، الموضوع كان صعب علي ان استوعبه، عشان كده بطلب منك انك تسامحني تاني على اي حاجه ضايقتك فيها. لو الاعتذار مقبول يا باشا، اما النسيان فاطمن انا مش فاكرك اساسا. انا يا دوب مجمع انت مين من الكلام اللي قلت مع خيري، بس انا ليا طلب يا باشا. امر. انا مش عايز الواد يعرف اللي عمله كده. طمن عربي،
الحمد لله على السلامة يا أبو علي. وريني الهدية الأول. شوف الواد قطر الهدية من الصبح وأنا اللي فاكره نايم. حاضر. امسك يا سيدي. صدقني يا حسن، ما عنديش أغلى من هديها لك يا ابني. دي البوليس ايه؟ محرصي؟ في عيل يقول لابوه محرصي؟ ما مخلف هجام؟ عارف ليه البوليس محرصي الحاجات دي؟ ليه؟ عشان كنت انا بقى مكنفها في حته تانية ذكرى يعني. اقول لك انا حاجه كمان. ايه كمان؟ انا دراعي ده كله مليان براشيم. اقطعهولك. وحشتني يا حسن. انت كمان. يلا اتفرج بقى على عمك صلاح. ماشي. الشنطه دي حالك. غمازات يا غمازات، وجبنا جبنا غمازات، وجبنا بطه غمازات. هو انت في سنه كام؟ انا